الأخلاق. ويكفي في أهمية هذه الكلمة أن نعلم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال فيما روي عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي العلة الغائية لبعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الأخلاق نوعين. النوع الأول الأخلاق ذات الصبغة التجارية، هذه أخلاق؟ لا، هاي مو أخلاق، هاي تجارة. أنت تجي إلى بيتي، أنا أجي إلى بيتك، أنت تواصلني، أنا أواصلك، هاي تجارة لو أخلاق؟ هاي تجارة. أنت امدحني، أنا أمدحك، هذا مو مهم، هذا ما يسمو أخلاق، هذا النوع من أنواع المقايضة. الأخلاق حقيقتها الرجل الذي لا يأتي إليك تذهب إليه، هذه أخلاق ذات صبغة إلهية. الرجل الذي يذمك تمدحه بالحق، هذا هو المهم. الرجل الذي يقطعك تصله، كما نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين صلوات الله عليه، هذا هو المهم. إذا المرأة تحترم الرجل والرجل يحترم المرأة، هذا مو مهم. إذا المرأة ما احترمت زوجها وزوجها احترمها، هذا هو المهم. وهكذا في الجانب الآخر، إحنا يجب أن نفكر أن أخلاقنا أخلاق ذات صبغة إلهية أو ذات صبغة تجارية، معاوضة، مقايضة. يقولون أنه كان هنالك عالمان سألوا أحد العالمين، هاي القضية من قبل يمكن 250 عام أو 200 عام، سألوا العالم الأول: هل يحق لنا أن نصلي خلف العالم الثاني؟ قال لا. الآن ليش؟ ذاك بحث آخر. قال لا، لا تصلون خلف العالم الثاني. سألوا العالم الثاني: هل يحق لنا أن نصلي خلف العالم الأول؟ قال إيه، صلوا خلفه. قالوا له: العالم الثاني هو صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني. قالوا: شيخنا، ذاك العالم الثاني يتكلم ضدك، يقول إنه لا تجوز الصلاة خلفك، فكيف تقول أنتوا صلوا خلف ذاك العالم الأول؟ قال: هو يعتقد أنا مو واجد لشرائط الإمامة، وأنا أعتقد أنه هو واجد لشرائط الإمامة، هو يعمل بوظيفته وأنا أعمل بوظيفتي. لاحظوا هذه الأخلاق، أخلاق الشيخ يوسف البحراني من كبار علماء مؤلف كتاب الحدائق. المهم اللي ما يجيك تذهب له، والذي يقطعك تصله، والزوجة إذا أساءت الخلق معك تحسن الخلق معها. الشاعر يقول: وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه، أواجهه بوجه مقطب فيرق ويهش في وجهي. وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه. هذه هي الأخلاق. لا تفكرون في العوض، تعاملكم يكون مع الله سبحانه وتعالى. أنت اختم زوجتك لله، زوجتك تخدمك لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى شكرا واحد يجب أن لا يتوقع. شكر بالله بمحمد علي بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.